حراسة نخيل البور هذه نخيل تقليدي ولكن يزرع بطريقة تقليدية مفيدة جد مفيدة، ونسبة تقريبا الفلاحين يركزوا على هذه الفلاحة ويتمنوا دعمها وتجديدها. الفلاح لاهي بالغابة نتاعو ولاهي بالمال نتاعو ولاهي بالغنم نتاعو ولا بالابن نتاعو خارج نطاق المدينة، كيفاش هو يروح يأمن؟ لازم هذا الصندوق هو اللي يتنقل ويعطيه التحفيزات. كان الناس عندها ملفات لطلبات استصلاح او استثمار ربما فاتت العشر سنوات ولم ترى النور، من الامتياز الفلاحي لحد الساعه ما لم يرى النور في منطقه وادريغ عموما، وكما بالك المسالك الفلاحيه والكهرباء الريفيه ومشاكل عاديه. نريد تثمين هذا المجهود وتطلعات اخرى للفلاح ومرافقه المربي في جميع الميادين. وعندما الفلاحين والمربيين في الولاية تاع ورقلة بصفة عامة وخاصة في توغورت ينخرطوا بقوة، نظن راح تعطي كما يقول قوة إضافية لتخلي غدوة الصندوق يواجه كل المشاكل ويتكفل بالفلاح والمربي في أقرب وقت.